بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 45. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذه الآيات في سياق تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، فهي في سياق الآيات التي قبلها. والله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآيات العظيمة في هذه المسألة وهذا الحدث العظيم لأنه أحدث عند الناس بلبلة، وأحدث عند الناس تساؤلات وتشكيكات من قبل اليهود والنصارى والمنافقين والمشركين. أما أهل الإيمان، أهل الإيمان الراسخ، فهؤلاء لم يحدث عندهم أي إشكال، لأن الأمر أمر الله سبحانه وتعالى، وهم عباد الله، فهم يتوجهون حيث وجههم الله. هذا هو الإيمان، أن المؤمن يتبع أوامر الله سبحانه وتعالى ولا يقول لماذا ولماذا، ولا يعترض على أمر الله سبحانه وتعالى. فأهل الإيمان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث عندهم أي إشكال، وإنما بادروا إلى امتثال أمر الله والتوجه إلى الكعبة والتحول عن استقبال بيت المقدس. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآيات الكثيرة في هذا الموضوع لإزالة هذه الشبهات وهذه التشكيكات التي حصلت من أهل الكتاب ومن المشركين ومن المنافقين. ومن ذلك أن الله وصف هذا بأنه الحق، قال تعالى: الحق من ربك فلا تكونن من الممتنين. الحق، استقبال الكعبة هذا هو الحق الذي لا شك فيه، لأن الكعبة بيت الله عز وجل، وبيت المقدس بيت الله عز وجل، والله جل وعلا هو الذي يأمر وينهى، ولا اعتراض عليه سبحانه وتعالى في ذلك. فالمؤمن يدور حيث دار أمر الله سبحانه وتعالى. فجميع الجهات المشرق والمغرب كلها ملك لله سبحانه وتعالى، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، من آمن بالله وتوجه حيث وجهه الله سبحانه وتعالى. وإنه الحق من ربك، الحق من ربك أي من الله جل وعلا، لم يأتي هذا الأمر من عند غير الله حتى يكون مجالا للتردد، وإنما هو آت من عند الله جل وعلا، فلا مجال للتردد فيه. الحق من ربك، خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وإضافته إلى الرب سبحانه وتعالى باب التعظيم لهذا الأمر، ومن باب أن الله سبحانه وتعالى ربنا، يختار لنا ما فيه مصلحتنا، هو ربنا سبحانه وتعالى يختار لنا ما فيه مصلحتنا وما فيه تربيتنا، لأنه ربنا. الله يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأمته ما فيه خيرهم وصلاحهم وفلاحهم، لأنه ربهم وخالقهم ومتولي شؤونهم، فلا اعتراض عليه سبحانه وتعالى. ولهذا قال:
فلا تكونن من الممترين. لا يكون عندك شك، الامتراء هو الشك والتردد. لا تتأثر بأقوال هؤلاء أو تلتفت إلى شبهاتهم، لأنك على الحق، وما دام الإنسان على الحق فإنه لا يتزحزح عنه مهما قيل ومهما شوش عليه ومهما لبس. فإن المؤمن إذا عرف الحق فإنه لا يبغي به بديلا ولا يلتفت إلى أقوال الناس. وهذه قاعدة عظيمة في الإسلام، أن الإنسان إذا تبين له الحق فليس هناك مجال للتردد في قبوله وترك ما سواه من الأقوال مهما كان مصدرها، سواء كانت صادرة عن علماء أو عن جهال أو عن أعداء أو عن أصدقاء. لا مجال لقول غير قول الله سبحانه وتعالى وقول رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. هذه قاعدة عظيمة، أن المدار على اتباع الحق وترك الباطل. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده تردد وليس عنده ريب ولا شك، وإنما هذا تعليم للأمة. فلا تكونن من الممترين، هذا تعليم للأمة أنها يجب عليها اتباع الحق ولا تلتفت إلى أقوال الناس مهما كانت هذه الأقوال ومهما كان مصدرها، فإنها لا تعتبر بجانب الحق من الكتاب والسنة. فلا تكونن من الممترين في هذا الأمر، لأنه من ربك وهو الحق. فماذا بقي حينئذ للشكوك والأوهام؟ ماذا بقي لها مجال؟ وهذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق. هذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق، من الأقوال الأخرى للناس لا تلتفت إليها. الناس يختلفون إلى مذاهب وإلى أقوال عن اجتهاد أو عن هوى، يختلفون اختلاف من طبيعة البشر، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. الاختلاف موجود في طبيعة البشر، ولكن الواجب اتباع الدليل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإلا الاختلاف موجود والمذاهب موجودة، وهذه حكمة من الله جل وعلا للابتلاء والامتحان. ولكن علينا أن نرجع إلى الحق ونأخذ به، ولا نلتفت إلى ما خالفه من قول فلان أو قول علان. الحق هو رائدنا وهو هدفنا، إذا اتضح فلا خيار لأحد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يقول الناس الآن هذه مسألة فيها خلاف، ما يتعين علينا أننا نأخذ بقول فلان لأن فيه مخالف له، والعلم هو حجر على فلان. هذه مسألة قال فيها العالم الفلاني والعالم الفلاني، يروح يعدد مذاهب، يريد المخرج من الحق.
يجي التخلص من الحق إلى أقوال الناس، حسب أن أقوال الناس تبي تنفعه ولا تفيده. هذا نسمعه نقرأه الآن، يقولون هذه مسألة فيها خلاف، الحجاب فيه خلاف، حجاب المرأة فيه خلاف، كذا فيه خلاف، ويروحون يعرضون علينا الخلاف. نقول يا جماعة ما هو المسألة العبرة بالخلاف، موجود هذا معروف، لكن الكلام على الحق، من هو معه الحق، من هو معه من هذا الخلاف؟ الذي يعنينا هو الحق، ما هو اللي يعنينا الخلاف. فمن كان معه الحق اتبعناه وتركنا ما عداه، هذه هي القاعدة. ألا تكونن من الممترين، هذا هو الدين، الدين اتباع الحق، اتباع الدليل من الكتاب والسنة، وليس الدين بالخلاف وأقوال الناس أبدا. لو وكلنا الله إلى الأقوال لضللنا ولضعنا، لكن الله برحمته جعل لنا طريقا مستقيما وهو القرآن والسنة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم قال سبحانه وتعالى ولكل وجهة هو موليها، لكل أي لكل أمة، لكل أمة وجهة يعني قبلة يتوجهون إليها في عباداتهم. فاليهود لهم قبلة، النصارى لهم قبلة، المسلمون لهم قبلة، لكل وجهة هو موليها أي متوجه إليها. هذا كما في قوله تعالى في الآية السابقة ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. أنت لست بتابع قبلتهم لأنك على الحق والله أمرك بهذه القبلة، فهذا فيه تيئيس لهم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع إلى قبلته. ما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع وما تبع ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتهم عنادا وتكبرا. وما أنت بتابع قبلتهم لأنك على الحق ولن تترك الحق لأجلهم أبدا، هذا تيئيس لهم. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، فإذا كانوا هم مختلفين في القبلة فيما بينهم فكيف يتبعون قبلتك أيها الرسول؟ وهنا يقول ولكل وجهة أي قبلة هو موليها. وقيل معنى قوله ولكل وجهة أي قصد ونية، لأن نيات الناس تختلف، تختلف نياتهم ومقاصدهم، فكل له قصد وكل له نية في عمله خيرا أو شرا. هو موليها أي مستقبلها. فليس العبرة بوجود القبلة المتعددة عند اليهود عند النصارى عند المسلمين، ليس العبرة بالتعدد القبلة، العبرة بالقبلة الصحيحة، والقبلة الصحيحة هي الكعبة، هي الكعبة. لماذا هي الكعبة؟ لأن الله أمر بالتوجه إليها، ما هو عن هوى مثل اليهود والنصارى يتبعون أهواءهم، لا، عن أمر الله سبحانه وتعالى، عن أمر الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا فاستبقوا الخيرات، فالواجب على المسلم أن يقبل على الطاعة
ولا يشتغل بالخلافات، لا يشتغل بالآراء وأقوال الناس، يشتغل بذلك عن العمل. لأن بعض الناس أو كثير من الناس إنما همهم القيل والقال، قال فلان وقال فلان، اختلفوا في كذا وقالوا كذا، ولا عنده عمل ولا يهتم بالعمل، إنما همه إظهار الأقوال والاختلافات، وأما العمل فلا يهمه. هذه صفة أهل الضلال والعياذ بالله. الله جل وعلا قال فاستبقوا الخيرات، لا تشتغلوا بالآراء والأقوال والوجهات، وإنما استبقوا الخيرات. ومن استباق الخيرات التوجه إلى الكعبة، من استباق الخيرات توجه إلى الكعبة وامتثال أمر الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الخير. ولا تلتفت إلى قول فلان وعلان أو اليهود أو النصارى أو المذاهب الفلانية، عليك أن تهتم بالعمل، شوف الحق تعمل على موجبه، تعمل على موجب. وقال استبقوا، استبقوا الخيرات. وفي آية أخرى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وفي آية أخرى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سابقوا، سارعوا، معناه المبادرة بالعمل، المبادرة بالعمل الصالح قبل أن يفوت، لأن عمر الإنسان محدود وأجله قريب وأجله مخفي عنه، لا يعلم متى يموت، ولا وما تعلم وما تدري نفس، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فعليك بالمبادرة أيها المسلم، عليك بالمبادرة إلى العمل الصالح قبل أن يأتيك الموت، فتحرم من العمل. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع بها، أو ولد صالح يدعو له. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، ما يطلب أجل بعيد أو يطلب سنين، يطلب أجل قريب، قريب يعني ساعة، إلى أجل قريب، فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ولهذا الله جل وعلا في هذه الآية قال فاستبقوا الخيرات، أي بادروا إلى فعل الطاعات لأنها تفوت، وما فات فلن يعود. فبادروا أعماركم وأصلحوا أعمالكم وتوبوا من ذنوبكم قبل أن يحال بينكم وبين العمل الصالح وبين فعل الخيرات. استبقوا الخيرات، بادروها قبل فواتها. ومن استباق الخيرات المبادرة بأداء الواجب الذي في ذمتك. إذا كان في ذمتك واجب لله جل وعلا أو واجب للناس من الديون والحقوق، فبادر بتفريغ
ذمتك منه ولا تؤجل فتموت وهذا الواجب في ذمتك، بادر. إذا وجب عليك الحج بادر إلى الحج، لأنك لا تدري ماذا يعرض لك. إذا جاءت الصلاة المفروضة بادر إلى الصلاة في أول وقتها ولا تؤخر، صلاة في أول وقتها رضوان الله سبحانه وتعالى. فمن المبادرة إلى الخيرات والاستباق إلى الخيرات المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها، المبادرة للحج، المبادرة بالعمرة، المبادرة بالصدقة، المبادرة بالأعمال الصالحة بجميع أنواعها مفروضة أو مستحبة. استبقوا الخيرات. ما قال سبحانه: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا من الأرض، في بر أو في بحر أو في المشرق أو في المغرب أو في القبور أو في أعماق البحار أو في أجواف السباع، أينما تكونوا جنائزكم بعد الموت، أينما تكون جنائزكم بعد الموت ورفاتكم فإن الله يجمعه، فإن الله يجمعه ويبعثكم من قبوركم في أي مكان، في بر أو في بحر أو في أي مكان، إن الله سبحانه وتعالى يجمع هذا البدن المتفرق ويعيد إليه الروح التي خرجت منه بالموت، يعيدها إليه فيقوم الإنسان سويا، يقوم سويا، ثم يساقون إلى المحشر جميعا من المشرق والمغرب ومن كل مكان، يجتمعون في صعيد واحد، أولهم وآخرهم وعربهم وعجمهم وشرقيهم وغربيهم يجتمعون في صعيد واحد. يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا في أي مكان، لأنكم لا تخفون على الله سبحانه وتعالى. ثم قال: إن الله على كل شيء قدير. هذا لا يعجز الله سبحانه وتعالى الذي خلقكم أول مرة ولم يعجز عن ذلك، هو قادر على أن يعيدكم وأن يجمعكم في مكان واحد، وذلك على الله يسير سبحانه وتعالى. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد، إن الله سميع بصير، كنفس واحد، كلمة واحدة، ندى واحد، يجتمعون جميعا، يجتمعون جميعا. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، دعوة واحدة من الله سبحانه وتعالى على لسان الملك يأمره الله: استمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. هم يخرجون من الأجداث سراعا، ينادي الملك بأمر الله، ينادي هذه الأجسام المتفرقة واللحوم المتمزقة، يناديها: إن الله يأمركم أن تجتمعوا لفصل القضاء بينكم. ثم يخرجون من القبور، من الأجداث يعني من القبور، سراعا لا يتأخرون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم تراقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. أينما تكونوا يأتي بكم الله، الله جل وعلا.
يأتي بكم الله جميعا، ما يترك منكم أحد، جميع الخلق من أول الخليقة إلى آخرها يجتمعون بأمر الله سبحانه وتعالى. إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق. شوف، وإنه للحق، وسبق أنه قال الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين. فالتوجه إلى الكعبة هو الحق الذي لا شك فيه، وإنه للحق من ربك. الحق من أين؟ من ربك. هل يبقى مجال في هذا؟ وإنه للحق من ربك سبحانه وتعالى. هذا فيه رد على اليهود والنصارى والمشركين، وإنه للحق من ربك. وما الله بغافل عما تعملون. هذا هو الحق من الله جل وعلا. بقي العمل من الناس تجاه هذا الحق. من هو الذي يمتثل ومن هو الذي لا يمتثل؟ الله قال توجهوا إلى الكعبة، فمن هو الذي يمتثل ويتوجه إلى الكعبة طاعة لله عز وجل، ومن هو الذي يمتنع؟ الله يعلم هذا. وما الله بغافل عما تعملون من الطاعة ومن المعصية، من الطاعة والامتثال أو من الامتناع وعدم القبول. هذا عمل الإنسان والله يعلمه سبحانه وتعالى، وليس بغافل عنه. وهذا فيه الحث على العمل، حث على العمل. فمن عرف الحق ما تكفي المعرفة، لا بد من العمل. أما علم بدون عمل فإنه لا فائدة منه، حجة على صاحبه. من عرف الحق ولم يعمل به فإنه لا يستفيد من علمه، وإنما يكون حجة عليه عند الله سبحانه وتعالى. وما الله بغافل عما تعملون. هذا فيه الاهتمام بالعمل، وأن من عرف الحق فإن التفت إلى غيره أو رفضه فالله يعلم هذا سبحانه وتعالى، ولن يهمله، لن يهمله الله جل وعلا. لا بد من حسابه، ولا بد من مجازاته يوم القيامة أو في الدنيا. الله جل وعلا رقيب على عباده، يرى أعمالهم ويعلم ما في قلوبهم، فليس الله بغافل عنهم ولا يغيبون عن الله سبحانه وتعالى. وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. هل تقبلون هذا الحق أو تعرضون عنه؟ الله ليس بغافل عنكم. فهذا فيه وجوب العمل بالعلم، ووجوب العمل بالحق، وترك ما سواه. أما الذين يتعلمون العلم ولا يعملون به فهؤلاء إنما يحملون حجة عليهم يوم القيامة. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذا مثل الحمار اللي يحمل الكتب ولا ينتفع منها. كذلك العالم الذي يعرف الحق ويعرف العلم لكنه لا يعمل به مثل الحمار الذي يحمل الكتب، لا يستفيد منها شيئا، وإنما يستفيد التعب في حملها. وما الله بغافل عما تعملون. وإنما يكون
ثم قال سبحانه وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومن وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذا تكرار ثلاث آيات فيها الأمر للتوجه إلى المسجد الحرام في الصلاة والدعاء والاستقبال. ثلاث آيات: الأولى في قوله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الآية الثانية قوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. الآية الثالثة هذه الآية: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة. ثلاث آيات كلها بأمر واحد وبمعنى واحد. فلماذا كررها الله سبحانه وتعالى؟ لماذا؟ اختلفت أقوال المفسرين في توجيه هذا التكرار للآيات في معنى واحد وموضوع واحد. فقال بعضهم إن هذا للتأكيد، هذا التكرار لأجل التأكيد. وقال بعضهم إن هذا التكرار بالنسبة لأحوال الناس، بالنسبة لأحوال الناس في الصلاة. فالذي يصلي عند الكعبة ويراها يجب عليه أن يستقبل عينها ولا يميل عنها يمنة ولا يسرا، يستقبل عين الكعبة لأنه يراها. والذي في مكة خارج المسجد الحرام هذا يستقبل الجهة التي فيها الكعبة ولا يمكنه أن يستقبل عينها لأنه لا يراها. فإذا توجه إلى الجهة التي فيها الكعبة يكفي هذا. والآية الثالثة في من كان خارج مكة في المشارق أو المغارب فإنه أيضا يستقبل الجهة التي فيها الكعبة لأنه ليس بإمكانه أن يستقبل عين الكعبة لأنه لا يراها. فالآية الأولى في من كان يرى الكعبة، الآية الثانية في من كان لا يرى الكعبة وهو في مكة، الآية الثالثة في من كان لا يرى الكعبة وهو خارج مكة في المشرق أو المغرب. الجميع كلهم يتوجهون إلى الكعبة إما عينا وإما جهة، إما عينا وإما جهة. والقول الثالث قريب من القول الثاني، يقولون الآية الأولى، الآية الأولى في أهل مكة يجب عليهم أن يستقبلوا عين الكعبة، الآية الثانية في أهل الأمصار غير أهل مكة، أهل البلدان الأخرى غير أهل مكة، والآية الثالثة في المسافرين الذين هم في البراري، الذين هم في البر. فيجب عليهم أن يتجهوا إلى صوب الكعبة، إلى الجهة التي فيها الكعبة. والأقوال متقاربة ليس بينها اختلاف والحمد لله. فمن كان يرى الكعبة فإنه يجب عليه أن يستقبل عينها ولا ينحرف عنها لا يمنة ولا يسرة. ومن كان لا يرى الكعبة فإنه يستقبل الجهة التي فيها الكعبة
لأن هذا منتهى وسعه تقبل الجهة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا كلام العلماء يقولون من كان يرى الكعبة فإنه يجب عليه أن يقصدها ولا يميل عنها، ومن كان لا يراها فإنه يستقبل الجهة التي هي فيها، وحتى لو لم يصادف عينها فصلاته صحيحة، لأن هذا منتهى وسعه ومقدرته، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. فإذا استقبل الجهة التي فيها الكعبة وهو لا يراها فإن هذا يكفيه والحمد لله. ثم قال سبحانه وتعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة استقبلوا الكعبة أيها المسلمون، يا أمة محمد استقبلوا الكعبة لئلا يكون للناس عليكم حجة، لئلا يحتج عليكم الناس، لو لم تستقبلوا الكعبة احتج عليكم الناس. فاليهود والنصارى يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم إذا بعث يستقبل الكعبة في كتبهم، هذا موجود في كتبهم، يعلمون أن من صفاته صلى الله عليه وسلم أنه يستقبل الكعبة، فلو لم يستقبلها لقال اليهود والنصارى ليس هذا هو النبي الذي موصوف في كتبنا، فصار لهم حجة عليه بأنه ليس هو النبي لأنه خالف ما في كتبهم ولم يستقبل الكعبة. وأما المشركون فلو لم يستقبل الكعبة لقالوا هذا محمد يزعم أنه على ملة إبراهيم ولم يستقبل قبلة إبراهيم وهي الكعبة، يحتجون عليه كيف يدعي أنه على ملة إبراهيم ويستقبل غير قبلته وهي الكعبة، فيكون لهم حجة عليه. فالله جل وعلا دحض حججهم بهذا لأن أمره أن يستقبل الكعبة حتى لا يكون لهم عليه مطعن في أنه لم يستقبل الكعبة، وهم يعلمون أنه سيستقبل الكعبة وأن الكعبة قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو من أتباع إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، ومن ملة إبراهيم استقبال الكعبة المشرفة. فلو لم يستقبلها لاحتج عليه المشركون، لو لم يستقبلها أيضا لاحتج عليه المنافقون فقالوا هذا الرجل لا يدري أين يستقبل، هذا الرجل لا يدري أين يستقبل، تارة كذا وتارة كذا. فإذا استقبل الكعبة وترك ما سواها انخصم المنافقون، هذا معنى قوله لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، الذين لا يريدون الحق هؤلاء هم الظلمة، هؤلاء لا يمكن أن تقنعهم مهما عملت، أنت تدلهم على الحق هم لا يريدون الحق فلا يمكن أن تقنعهم، فهؤلاء لا عبرة بهم، الذي لا يريد الحق لا عبرة به ولا يلتفت إليه، لأنك مهما عملت معه فلن يقبل منك لأنه لا يريد الحق إلا الذين ظلموا منه. فسيقولون وسيقولون وسيبقون على شرهم وعلى عنادهم، لكن لا تخشوهم، لا يؤثر عليكم قولهم أبدا، لا تلتفتوا إلى شبهاتهم، لا تخشوهم ولن يضروكم شيئا أبدا، فلا تخشوهم واخشوني، اخشوني أمرهم الله
أن يخشوا الله جل وعلا ولا يلتفتوا إلى الناس، فلا تخشوهم باتباع أقوالهم وشبهاتهم وتتأثروا باعتراضاتهم، واخشوني باتباع أمري، وقد أمرتكم باستقبال الكعبة، فاستقبال الكعبة خشية لله سبحانه وتعالى، والانصراف عنها معصية لله عز وجل، فلا تخشوهم واخشوني. وهذا عام في غير مسألة الكعبة، عام في أنه يجب على المسلم أن يخشى الله ولا يخشى الناس، بل يخشى الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا، ولا يخشى الناس أو يتأثر بأقوال الناس أو يداهن الناس، يداهنهم في الحق، لا لا يقبل هذا، لا يقبل هذا. فلا تخشوهم اخشون، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم. استقبال الكعبة من تمام النعمة على هذه الأمة، لأنها من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فاستقبالها من تمام نعمة الله على هذه الأمة. ولعلكم تهتدون إلى الحق، تهتدون من الضلال، استقبال الكعبة فيه الهداية من الضلال. ثم قال جل وعلا: كما أرسلنا فيكم رسولا، كما أننا أتممنا عليكم النعمة باستقبال الكعبة، فهناك نعمة أعظم منها، وهي بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعثة الرسول هي أعظم نعمة أنعم الله بها على المسلمين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هي أعظم نعمة من الله جل وعلا على عباده المؤمنين، لأن الله هداهم به من الضلالة، وأنقذهم به من الكفر إلى الإيمان، وأنقذهم به من النار إلى الجنة. هذا أعظم النعم، أنقذهم به من الجهل. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم من قبيلتكم عربي، وأنتم عرب بلسانكم ومن نسبكم، تعرفونه وتعرفون أمانته وتعرفون أين نشأ وأين تربى عليه الصلاة والسلام، رسولا منكم ما هم من غيركم. وهذه سنة الله جل وعلا أنه يبعث الرسل من جنس الأمم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فكون الرسول منا هذه نعمة عظيمة، يتكلم بلساننا ويعيش معنا ونسأله عما أشكل علينا، هذه نعمة عظيمة. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياته، ما كان عندنا بالأول، ما كان عند العرب آيات ولا قرآن، كانوا في جهل. العرب ما جاءهم كتاب مثل اليهود والنصارى، ما جاءهم كتاب، كانوا يعيشون في جهل لأن ما عندهم كتاب لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. ثم وردت في جميع نسخ صحيح مسلم، لكنها في سنن. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير،
العرب ما كان عندهم علم، كانوا جهلاء لا يعرفون شيئا، وإنما يقلدون اليهود والنصارى والمجوس أصحاب الملل. فلما جاء هذا الرسول صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم النافع وصاروا علماء، صاروا أعلم أهل الأرض، فاقوا على اليهود والنصارى وعلى جميع البشر بالعلم الذي جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. يتلو عليكم آياتنا القرآن الكريم ويزكيكم، يطهركم من الشرك، التزكية معناها التطهير، يطهركم من الشرك. كذلك كانوا مع جهلهم كانوا مشركين، والشرك نجاسة، كانوا متلطخين بنجاسة الشرك. الله جل وعلا طهرهم من هذا الشرك وزكاهم بالتوحيد، هذه نعمة عظيمة. انتقلوا من الشرك، انتقلوا من الجهل إلى العلم، انتقلوا من الشرك والضلال إلى التوحيد والعمل الصالح. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، الكتاب يعني القرآن والحكمة، يعلمكم الكتاب وهو القرآن، القرآن العظيم الذي ليس بأيدي الأمم مثله ولم ينزل على أهل الأرض مثله، القرآن العظيم. ويعلمهم الكتاب ويعلمكم الكتاب والحكمة، الحكمة ما هي؟ الحكمة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها وحي من الله سبحانه وتعالى. الأحاديث الصحيحة هذه هي الحكمة، وهذه هي السنة، وهي تابعة للقرآن ومفسرة للقرآن ومبينة للقرآن. ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. قبل هذا القرآن وقبل هذه السنة وقبل هذا الرسول أنتم لا تعلمون شيئا. الأمم تضحك عليكم وتستخف بكم لجهلكم، فأصبحتم الآن سادة العالم بالعلم والحكمة والعمل الصالح. هل يعدل هذه النعمة نعمة؟ لا. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ثم قال سبحانه: فاذكروني أذكركم. اذكروا الله بطاعته سبحانه وامتثال أمره. والذكر يشمل الذكر باللسان بالتسبيح والتهليل والتكبير، ويشمل الذكر بالعمل بالصلاة والصيام والحج والعمرة والطاعات، ويشمل الذكر بتعلم العلم النافع. كل هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم قال: أذكركم. هذا الجزاء، الجزاء من جنس العمل. إذا ذكرتم الله ذكركم الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، يعني الملائكة. اذكروني أذكركم واشكروا لي. شكر الثناء على الله بهذه النعمة العظيمة، والشكر لا بد أن يكون باللسان. وأما بنعمة ربك فحدث، فتثني على الله بلسانك، ويكون الشكر أيضا بالقلب بأن تعترف بنعمة الله عليك، ويكون الشكر أيضا بالعمل بأن تعمل بهذه النعمة في طاعة الله، فتشكر الله قولا واعتقادا وعملا. هذه أركان الشكر. اشكروا لي ولا تكفرون، أي لا تكفروا بنعمتي وتجحدوها. فالمراد بقوله ولا تكفرون كفر النعمة، أي لا تكفروا نعمة الله فتكونوا من الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة
يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وبهذا انتهت هذه الآيات التي في سياق تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وتقرر الحق والحمد لله إلى أن تقوم الساعة، والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم أصلحنا جميعا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ذرارينا، اللهم أصلح جميع شؤوننا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما حكم الاستعادة بالمخلوق الحي الحاضر العاجز؟ هل هو شرك؟ الاستعاذة معناها الالتجاء من شيء مكروه، من شيء مكروه. والاستعاذة عبادة من أنواع العبادة، لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى. أما أنك تلتجي إلى واحد من الناس عنده مقدرة يساعدك، هذا يسمى التجاء ولا يسمى استعاذة، يسمى التجاء. تلتجي إلى من يحميك من عدوك لا بأس، إذا كان عنده قدرة وهو حي وقادر على أنه يساعدك فلا مانع من الالتجاء إليه. وأما الاستعاذة بهذا اللفظ فالاستعاذة نوع من أنواع العبادة لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يعذر العوام الذين يطوفون بقبور الأولياء والأموات أم لا؟ لا يعذرون، لأن العلم موجود والقرآن، هم يقرؤون القرآن ويسمعونه وينهى عن الشرك، ويسمعون كلام أهل العلم من خلال الدروس والمحاضرات وخطب الجمع، ويسمعون الإذاعات الإسلامية التي فيها بيان النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، فليسوا معذورين في هذا الشرك، لأنهم قامت عليهم الحجة بما يسمعون وما يقرؤون وما بلغهم. نعم. أحسن الله إليكم. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين؟ نعم، إذا قال الإنسان لله علي نذر ولم يبينه ما هو هذا النذر، هذا كفارته كفارة يمين، بأن يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين أو يعتق رقبة، مخير، أو يصوم إذا لم يقدر على هذه الثلاث يصوم 3 أيام. نعم. جزاكم الله خيرا. ما المراد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من غشنا فليس منا؟ على ظاهره من غشنا، يعني غش المسلمين في البيع أو في الشراء أو في النصيحة، ولم يبين لهم وجه الصواب بل خدعهم، فهذا ليس من المسلمين، لأن ليس من أخلاق المسلمين الغش، فالذي يغش خلقه غير أخلاق المسلمين المؤمنين، فهو ليس منهم. وهذا من باب الوعيد، ليس معناه أنه يكفر ويخرج من الملة، لكن معناه أنه وعيد شديد. نعم. جزاكم الله خيرا.
هذا سائل يقول: من نذر أن يذبح شاة في مكان هل يجب عليه الذبح في ذاك المكان؟ إذا نذر أن يذبح شاة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى هذا نذر صحيح، قوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. لكن لا يتعين المكان إلا إذا كان هذا المكان له خاصية، مثل مكة، مثل مكة الحرم، يذبحها في الحرم أو يذبحها في المدينة النبوية. إذا كان المكان له خاصية وفضيلة على غيره يتعين هذا المكان، أما غير المساجد الثلاثة فالبقاع كلها واحد، يذبح في أي مكان فيه فقراء ويتصدق باللحم. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز التوكل على الإنسان مع الاعتقاد أن الله بيده النفع والضر؟ توكل نوع من أنواع العبادة، بل هو أعظم أنواع العبادة. فلا يتوكل الإنسان على المخلوق، وإنما يتوكل على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لكن يجوز للإنسان يوكل، ما هو بيتوكل، يوكل شخص، يوكل شخصا في أن يقضي له حاجة، هذا يسمى توكيل ولا يسمى توكلا. توكل الاعتماد بالقلب على الإنسان، هذا لا يكون إلا بالله جل وعلا. أما التوكيل وهو التفويض والإنابة فهذا جائز للمخلوقين وليس من الشرك. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يستدل بدعاء خبيب على الكفار: اللهم احصهم عددا ولا تبقي منهم أحدا، بجواز الدعاء بالهلاك لعموم الكفار؟ يدعو على الكفار، وخبيب دعا على كفار آذوه وضايقوه ويريدون قتله، فيدعو عليهم ولا يقصد أن الله يهلك جميع الكفار في الأرض، إنما يقصد هؤلاء الكفار الذين ضايقوه والذين آذوه يريدون صده عن دينه. نعم. جزاكم الله خيرا. انتشرت في الآونة الأخيرة حول الحرم المكي وصية الشيخ أحمد حامل مفاتيح المسجد النبوي، فما حكم هذه الوصية؟ هذه كذب وافتراء والعياذ بالله، تدجيل، شعوذة، وهي قديمة لها أكثر من 120 سنة وهي تروج. كانت في الأول في مصر، ذكرها الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله، منذ أكثر من 120 سنة، وما زال الأشرار يروجونها لإفساد عقائد المسلمين. فالواجب إتلافها والتحذير منها وعدم الاغترار بها لأنها باطلة. نعم. جزاكم الله خيرا. هل منزلة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من منزلة الملائكة عند الله تعالى؟ هذا ما لا حاجة بنا إليه، ما لا حاجة. السؤال هذا من الفضوليات، لا حاجة لنا في ذلك، تفضيل الملائكة على البشر.